دايماً المهرجانات السينمائية بتتصدر الترند، سواء كان ده بسبب الأفلام المعروضة فيها أو بسبب الريد كاربت، واللي دايماً بيكون فيها أكتر من هدف بيشغل الناس على السوشيال ميديا. ولأنه حالياً مقام مهرجان الجونة السينمائي، وبعد أيام هيكون في مهرجان القاهرة السينمائي، هيكون معنا دلوقتي الكاتب الصحفي والناقد الفني محمد عبد الرحمن، رئيس تحرير موقع إعلام دوت كوم، عشان نعرف منه كل التفاصيل الخاصة بمهرجان الجونة وكمان مهرجان القاهرة. أهلاً بحضرتك. أهلاً بك. عامل إيه؟ الحمد لله كله تمام.